هي عروس تنام بين أحضان الجبال، تستيقظ على عبق الأصالة لتروي للأجيال قصتها مع هذا الجمال. إنها مدينة القنطرة، هذه التي تشكل بجمالها مصدر إلهام الشعراء والفنانين، إضافة إلى ما تتميز به من صناعات تقليدية تتمثل في الخزف بشتى أنواعه، قصد المحافظة على إبقائه كبصمة فنية توقع على جبين هذه المنطقة. تتم صناعة الأواني الفخارية بتحويل المادة الخام إلى منتوج نهائي عبر المراحل التالية: العجن، التصفية، التجفيف والتبريم. بواسطة هذه الآلة يقوم الحرفي بإنجاز أواني منزلية بأشكال وأحجام مختلفة للاستعمال اليومي وللزينة أيضا. داخل هذه الورشة يقوم الحرفيون كل على حسب تخصصه في التفنن في إبداع هذه الأشكال، ثم تأتي مرحلة التشكيل، ثم التزيين، وأخيرا مرحلة الطلاء الزجاجي. يمتاز فخار القنطرة بعدة خصائص تميزها عن المناطق الأخرى، وتتمثل في جودة الطين الأحمر والتميز في الزخرفة واختيار الألوان، إضافة إلى عملية النقش على الطين. هو كما نقول حنا تمر، تمر الدقلة نخليها تيبس، هذيك تمر المبرومة هذيك هي تيبس مليح، وحنا نصبوا البرمة ونكبوا فيها الماء، وذاك الماء هذاك التمر نغسلوه، كي نغسلوه هو يغلي ذاك الماء وحنا نلوحوه، هو يعود يغلي 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 ذاك الماء يحمر. يعد الرب من أهم الوجبات التقليدية بمنطقة بسكرة، هاته التي تعرف بواحات النخيل الجميلة. يحضر الرب من مختلف أنواع التمور الجافة كمش دقلة ودقلة نور وصبع العروس المشهورة بالمنطقة. يتم تحضير الرب على ثلاث مراحل. في المرحلة الأولى يوضع الماء في إناء فخاري يضاف له التمر بعد غسله، ثم يترك على النار حتى الغليان لنتحصل على مزيج من التمر ومحلول بني اللون. ينزع المحلول من الإناء ليوضع جانبا. أما في المرحلة الثانية فنضيف كمية أخرى من الماء إلى التمر المغلى، ويترك على النار مرة أخرى حتى الغليان.
أما في المرحلة الثالثة عن طريق هذا القماش الرقيق نقوم بترشيح محتوى الإناء لفصل المحلول عن هذا التمر. يوضع مرة أخرى على النار. يغلي النار قاوية، يعني سما كاينة نار تحت قاوية، مش كيما تاع هو يغلي هكاك، وحنا كنشوفوه بغا يحرقد نخافوا ليه يحرقنا، وحنا نقصوا له النار نحولوا الحطب ونخليوه غاطي. ثم يضاف له قليلا من الملح. فايدة منه ذاك في دواء كما نقولوا احنا نديروا للسعلة ويخلطوا ذاك الرب والدهن ويديروا للسعلة مليح. يجي به الرب هذا انواع، كان كما نقولوا احنا يقولوا لها واحدة سبع العروس، وحنا نديروا ذاك الثنو ونديروا مشتا كما نقولوا احنا، بصح لازم يعود يابس ما يعودش اخضر، لا على بالك يعود اخضر او يبس، كي تنصبوا يبس. ثم الشرط من شروط ان باش تخدم الرب لازم التمر يكون يابس. التمر المبرومه هذيك هي اللي كما نقول احنا باه ما تيبش. هذا الشراب المتميز الذي تعرف به المنطقة يستخرج من النخلة. لنتعرف على كيفية الحصول على هذا المشروب. بعد صعوده إلى النخلة يقوم هذا الفلاح بنزع الجريد المحيط بقلب النخلة دون المساس باللب. ويحذر بنزع هذه القشور البيضاء التي تعرف بالجمار حتى تسهل عملية خروج هذا المشروب. بعد إنجاز مجرى صغير توضع تحته هذه القلة ليتم فيها عملية التقطير، وتغطى بليف النخلة كي لا تسمح بمرور الغبار ولا دخول الحشرات، وتترك لمدة تتراوح ما بين 4 إلى 12 ساعة. ثم تنزل هذه القلة من النخلة التي تحتوي على اللجن. وتتم تصفيته مرتين.
ثم يقدم المشروب بارداً.